يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. اهي دي بقى الفقره اللي عندنا فيها كلام كتير هنتكلم فيه مع حضراتكم وضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا عن مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني في طبعا ذهاب الدور ربع النهائي من بطوله الدوري الافريقي اللي انتهت زي ما كل حضراتكم عارفين بالتعادل بهدفين لكل فريق. احنا كلنا في انتظار مباراه العوده في القاهره. هنقف بقى شويه عند تحليلنا للاداء الفني للماتش اللي فات والاستعداد للماتش اللي جاي. ده الملف اللي هنفتحه مع ضيفنا كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق اللي بنسعد وبنتشرف دايما بوجوده معانا في 10 الصبح. صباح اهلا كريم. اهلا بيك. صباح الفل يا كريم. استاذ ماهر صباح الخير يا نهوان. صباح الحمد لله على السلامه. لكريم بقى اهو كريم طبعا وليكي طبعا. الله يسلمك. اجازه سعيده يا رب. الله يخليك. الف سلامه يا كريم. ما كانتش اجازه سعيده. معلش حضرتك مش غريب ما خبيش عليك. الف سلامه عليك. الله يسلم حضرتك ربنا يخليك. كابتن ماهر طبعا يعني خلينا نتكلم طبعا زي ما احنا متعودين وبنحلل وبنتكلم دايما بمصداقيه. المباراه اللي كانت بين الأهلي وسيمبا على أرضهم لم تكن الأفضل. في فرص ضاعت كان ممكن نخلص الجيم من الشوط الأول طب الوضع ده هيستمر معانا بقى في العودة ولا لا بالعكس هتظهر بصورة أفضل وسط جماهيرك عوامل أفضل يعني لما تيجي تحسبها بالورقة والقلم تقول الحمد لله أنها عدت على كده بهذا أو هذه النتيجة بس نعوض بقى هنا. رايك ايه؟ زي ما تفضلت كده نهواند وقلت ان هي مباراه الحمد لله طلعت مباراه ايجابيه بالنسبه لنا. النتيجه يعني شبه عادله لكن كانت ممكن تتغير اكتر لصالحنا في الشوط الاولاني وضياع الفرص اللي هي الحدوته بقى اللي احنا يعني اتكلمنا فيها تكرارا ومرارا في فترات كثيره جدا. ضياع الاهداف السهله يعني كان ممكن ضياع البطوله في موسم من المواسم بالظبط كده طبعا. يعني ممكن الشوط الاولاني كان يخرج مثلا لصالح النادي الاهلي بثلاث اهداف وخصوصا ان الحته القدامانيه اللي احنا بنعتمد عليها الهدافين اللي موجودين في صفوف وتشكيله النادي الاهلي هم اللي بيضيعونا الاهداف. يعني بتستاو ما كانش فرصه وفرصتين كان ممكن يقدر يغير لنا شكل المباراه وشكل النتيجه لكن هو كده بيبقى فيه توفيق وعدم توفيق في اوقات كثيره جدا خصوصا للمهاجمين. طبعا قبل المباراه كان عندنا بعض الغيابات المؤثره يمكن قبل الهوا كنت بتكلم مع كريم بتكلم معاكي ان بعض الغيابات المؤثره بشكل كبير جدا وخصوصا في خط الظهر عندنا عنصرين مهمين جدا علي معلول بظروفه عدم يعني بعد الحاق يعني الحاق الفريق ظروفه خارجه عن ارادته يعني صراحه يعني طبعا. بالنسبه للطيران والكدمه اللي حصلت لمحمد عبد المنعم اللي هو ما قدرش ان هو يلعب المباراه والراجل فضل ان ريحه يعني مش عارف الى اي مدى هتتفق معايا او تختلف في التفصيله دي. النقطه اللي حضرتك ذكرتها دي بالتحديد واحنا مش المفروض ان احنا دلوقتي عندنا بدل السكواد اثنين بالزبط. يعني المفروض اللي يغيب ما نحسش قوي بغيابه بالظبط لكن في حاجات اساسيه يا كريم يعني في عناصر مؤثرين زي علي معلول زي محمد عبد المنعم في خط الظهر ودور قوتين ما بنقللش من قيمه المجموعه الاخرى زي ما انت تفضلت كده وقلت ان احنا عندنا ما شاء الله بدل الفرقه فرقتين وبدل البديل اثنين وثلاثه طبعا. لكن في حاجات بتبقى يعني زي ما بنقول في ناس وجودها زي امانه الميزان يعني قواعد اساسيه خصوصا لما بيتكلموا على يعني استراتيجيه الفريق او تكوين الفريق بيبقى في قاعده موجوده من تحت لقدام منها قلبي الدفاع والظاهرين يعني بيقول لك ان لما يحصل يعني عدم وجود عنصر او اتنين في القاعده دي بتاثر يعني بتسمع في الاداء ككل يعني. وبعدين كمان الجزء الامامي كراس الحربه واللعيب المحور او لعيب 8 وامام ما كانش موجود برضك من ضمن اللعيبه اللي اثرت معانا بشكل كبير برضك موضوع راس الحربة. يعني لما تيجي تتكلم على القواعد الأساسية اللي بتعتمد عليها الأربعة على خط الظهر إذا كان في عنصر في نص الملعب وعنصر مثلا في راس الحربة ده اللي انت بتقدر تعتمد عليهم بشكل كبير جدا في تشكيلة الفريق وقوام الفريق. فالنهارده لما عندك خبرتين بهذا الشكل مش موجودين في خط الظهر ده بيأثروا مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. يعني معلول بيأثر مع منتخب تونس محمد منعم بيأثر مع منتخب مصر أكيد. انا كنت لسه بتكلم بقول بقى عندنا مشكله في الحته بتاعه قلبيه الدفاع دي يعني ما بتطمنش زي الاول يعني في منتخب مصر حجازي يمكن مصاب الونش في الزمالك مصاب مؤثر بشكل كبير ادي محمد عبد المنعم كمان الثالث بتاعهم
مأثر بشكل كبير، لكن ده يعني ميقللش من قيمة الموجودين. وفي نفس الوقت كمان احنا كان شوط جيد جدا بالنسبة لنا من ناحية التشكيلة، من ناحية الأداء، من ناحية أضعت الفرص، لأن ضرب الجزاء ثم طبعا جول رضا سليم اللي أنا بعتبره راجل المباراة. يعني رضا من ضمن اللعيبة اللي تحس بيها كريم إنها غيورة، تحس بيها إنه بيأدي داخل مصر وخارج مصر، له شخصية على جودته كلاعب بالظبط. فهو من الاختيارات الجميلة المستر كولر بصراحة قدر يضيفها بشكل كبير على التيم، هو وإمام، وشفنا تأثيرهم. يعني الاثنين لما موجودين بيعملوا لنا حيوية ونشاط بشكل كبير جدا في أداء النادي الأهلي. لكن خرجنا الشوط الأولاني يعني 1-0 لجول رضا، طمنا بعض الشيء. الشوط الثاني حصل بقى طبعا سيمبا اتغيرت، التغييرات اللي عملها الهيد كوتش اثرت بشكل كبير جدا، بقى في سيطره بالنسبه لهم على نص الملعب في الاستحواذ، بدات الهجمات بتاعتهم تبقى مؤثره على النادي الاهلي. الكور الثابته، ودي مشكله النادي الاهلي بقى، مشكلتنا احنا في الكور الثابته ازاي نتعامل معاها. يعني كور الثابته يا كريم، وطبعا دي ملحوظه اكيد مستر كولر حطها في الحسبان، اكيد 100% هيشتغل عليها الفتره الجايه، لان هم ما عندهمش اي يعني اي اختراق او اي حافز غير كور الثابته، لانهم عندهم عنصر الطول والقوه طبعًا. فبيقدروا يستغلوه بشكل كبير. فالجول الاولاني اللي دخل فينا كان واضح ان مفيش رقابه، مفيش تنظيم دفاعي لرباعي خط الظهر، وراس الحربه موجود داخل السكس ياردة، لما الكره رجعت له ما حدش مراقبه، لعبها بدماغه. ده الجول الاول. بعد كده بداوا يتحمسوا، الجول الثاني ضربه ثابته بردك كورنر، والرقابه بس يمكن التنظيم ما كانش موجود داخل ال 18 بالنسبه للراجل الموجود على القائم الاول. بالنسبه للشناوي لازم حد بيحمي القائم الاول، حد بيحمي السكس ياردة، والباقي كله بيبقى رقابه من تمان مع اللعيبه الاخرى. ده قلناه على فكره في المباراه الاخير لما كنا بنتكلم ان الشناوي شال 3-4 اجوال محققين. يعني قلنا يا جماعه عايزين لما نيجي نتكلم عن مباراه سيمبا ما يبقاش الموضوع متروك للشناوي للحظات الاخيره يعني. ف وده اتكرر ما هي دي بقى برضك من ضمن الحاجات يعني النهاوند اتكلمت في نقطه فنيه يعني مميزه جدا بتاعت الشناوي، لان فعلا لو الشناوي مش بيقظته وبخبرته كان ممكن الجيم يوصل يعني نخسر بثلاث اهداف، او كان هيبقى صعب ان احنا نعدل. يعني هو كان جاب الجول الثالث كان هيتبقى برضك مشكله. لا والجماهير بتبقى متعشمه ان الكوره ما توصلش للشناوي اصلا، احنا مش عايزين الشناوي يتعرض حتى للاختبار يعني. مش عايزينه الكوره تقرب من ناحيته. طيب في اجماع على ان الشوط الاول كان في اهدار لفرص كتيره، على الاقل ثلاث اهداف محققين، ده فتح كلام كده يعني، بالميت في ثلاث اجوال كان ممكن يتسجلوا. لما تبقى مش مجرد فرصه رايحه، لما تبقى فرصتين ثلاثه اربعه خمسه سته، ده بيبقى عدم توفيق زي ما حضرتك صنفتها في الاول، ولا بيبقى عندنا مشكله في الفينيشنج، ولا عدم تركيز، ولا الضربه جايه منين في الحاله دي؟ هو كل مباراه طبعا كريم ولها ظروفها، لكن هو المباريات الخارجيه اللي بالشكل ده وتتخلق لك الفرص دي، يعني انت تملي تبقى انت عارف انك انت رايح بره في افريقيا، بيبقى الفرصه عزيزه قوي طبعا. لكن النص فرصه سبحان الله. المباراه دي كانت المساحات يعني خاليه بالنسبه لنا، عندهم مشاكل هم في خط ظهرهم، حته الباكين مساحات وراهم بشكل كبير فاضيه، تنظيمهم الدفاعي بيبقى على اقل مستوى، كافراد برضك فيهم ضعف بشكل كبير. يعني عايز اقول ان كلنا شفنا الشوط الاولاني قلنا فرصه بقى ان احنا المشاكل اللي موجوده عندهم في الحاله الدفاعيه ازاي نقدر نستغلها احنا باحراز الاهداف، وخصوصا ان احنا عندنا ما شاء الله يعني خط مليء بالهدافين، يعني كهربا، تاو، رضا. لكن هو توفيق تاو في المباراه دي ما كانش موفق في الفرص اللي جات له. يعني هو كمان لما جات له الفرصه الاولانيه وهو تحت ثلاث خشبات، ودي عدلته الحاجات اللي هو بيحبها، البليسنج اللي بيعمله بشكل جيد، لكن سبحان الله يعني كان تقديره في اللعبه ما كانش موفق فيها. وعايز اقول لك حاجه كريم، لما بيروح المنتخب مع جنوب افريقيا وبيرجع بعديها بيومين ثلاثه وتبقى في مباراه زي سيمبا، ما بنحسش بتاو بقيمته. يعني مباراه العوده
هيبقى فيها برضك شيء من الاستشفاء بعد الراحه، فاكيد تاو هيقدر ان شاء الله باذن الله يعوض لنا الاهداف اللي ضيعها مستنيين في المباراه الاولى. نستاذنك بقى نروح شويه للملف التحكيمي، في يعني نتكلم شويه عن الاداره التحكيميه لماتش الاهلي وسيمبا. معانا على التليفون كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي. كابتن ناصر صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على الهواند والكابتن الكبير الكابتن ماهر همام نجم. يا كابتن ناصر اهلا بحضرتك. صباح الهنا يا كابتن ناصر، كان لازم تكون معانا بصراحه لان مهم نقرا يعني الصوره من حضرتك لان اختلف فيها الاراء. كنا لسه بنتكلم انا وكريم عن الموضوع ده، ناس قالت لك كان ماتش رائع جدا وما فيش مشاكل تحكيميه يعني او تكاد تكون قليله جدا، والبعض الاخر قال لك لا هي مباراه رائعه جدا تحكيميا، فكنا لازم نعرف وجهه نظر حضرتك. طبعا اولا يعني ما اعتقدش ان حد اختلف في اداء الحكم الهوان، خاصة في الدقيقة 34 ركلة الجزاء الصحيحة اللي هي أنا لحد دلوقتي أنا مستغرب الحكم يعني ما حسبهاش. وعلى الرغم من الجوار استدعاه في الحالة ديت، حالة من أسهل الحالات التحكيمية اللي هي ركلة جزاء صحيحة. الغريب إن الحكم كان قريب جدا جدا يعني هوان، وعنده زاوية رؤية واضحة جدا، يعني ما عندوش أي مبرر إن هو ما يحتسبش الجزاء. ومع ذلك كان عندنا على الجوار الحكم الجزائري برهام استدعاه في اللقطه ديت وجابه، والحاله واضحه جدا الركل المدافع سيمبا لكهربا في كهربا لاعب الاهلي، وجاب له افضل لقطه يعني الجوار جاب له افضل لقطه للمخالفه، للاسف الحكم راح شاف ورجع ما حسبش ركله. الحكم يعني نتكلم عن التحكيم دي حاجه انا بستغرب لها، يعني هذا الحكم يعني انا يعني لجنه الحكام المفروض زي توقف مرتين، يعني ما توقفش مره واحده. مره لان هو كان قريب جدا وعنده زاويه رؤيه واضحه وما قدرش يقدر المخالفه طبقا للقانون وفهم القانون، المره الثانيه لما الفار استدعاه. هو انا سال سؤال، هو الفار حضرتك موجود عشان بالظبط؟ والله كلنا عايزين نعرف، لان بتحس برضو كابتن ناصر بعض الحكام بيحسوا ان دي حاجه تقلل من هيبتهم مثلا او من مكانتهم. بالعكس يعني مفيش حاجه اسمها كده خالص، انا دي مش فاهماها حقيقي. بالظبط كده نهوان، هو الحكم احيانا بيبقى ليه، هقول لحضرتك ليه، نقطه مهمه قوي، هم بيحاسبوه على ان هو لما بيروح للفار معنى كده انك انت في التقييم بتقل في الدرجه، خاصه لو الفار غير لك القرار. وده مفهوم المفروض يبقى الاتحاد الافريقي حريص عليه، ان هو يفهم الحكام الوصول للعداله افضل من انك انت تاخد تقييم عالي في المباراه. ولكن زي ما حضرتك قلت كده، هو اللي بيبقى رايح للفار هو بيبقى يعني حزين، لان هو بيحاسبوه على الاخطاء ديت. كل ما الحكم راح للفار يا نهوان بيقل في التقييم، يعني كل مره بيروح لي فيها الفار للمراجعه هنا في التقييم التقييم للحكم بيقل في الدرجه. وبذلك انا المفروض انا فاهم الحكم مش مشكله لما تروح للتقييم، المهم انك انت تبقى في عدل. صحيح. هقول على حضرتك حاجه مهمه جدا، والكابتن ماهر همام وكريم معايا، كان معمول كورس للاتحاد الافريقي للحكام المحترفين اللي هم هيحكموا اللي هم دوري السوبر. الكورس لسه يعني كان في شهر 10، يعني انا بستغرب لما يكون في كورس ليكم والمفروض انتوا كلكم كحكام وحكام فار المفروض توحيد القرارات في المعايير، لما يختلف الحكم بقى مع حكم الفار في لعبه واضحه جدا جدا، السؤال يعني هو انتوا كنتوا في الكورس بتاخدوا ايه؟ يعني دي مشكله الحكام للاسف الشديد. عاوز اقول ان الحكم كمان شخصيته ما كانتش على مستوى المباراه، سمح بالاعتراضات كتيره قوي 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 لعيبه سيمبا على اي قرار كانوا بيعترضوا على قراره، وما كانش بياخد اي اجراء في الملعب. هو احنا ليه يا كابتن ناصر بشكل عام، وانا هنا مش بتكلم على الماتش ده والاداء التحكيمي فيه ولا حتى على البطوله دي بعينها، انا بكلم حضرتك افريقيا، ليه عندنا يعني نوعيه معينه من الاخطاء التحكيميه غريبه شويه؟ يعني بطبيعه الحال في اكيد مساحه كافيه لوجود مثلا ايه عدم تقدير الموقف مظبوط، ما كانش واقف في زاويه تسمح له بالرؤيه، في مساحه للاخطاء البشريه بكل حال من الاحوال، لكن نوعيه الاخطاء التحكيميه افريقيا ما تلاقيهاش غير افريقيا، ليه؟ شوف كريم اقول لك على حاجه مهمه جدا، وهو لجنه الحكام في افريقيا مستعجله قوي 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 على الحكام. بمعنى ايه؟ احنا عندنا حكام طبعا انت عارف التحكيم بيبقى الحكم ليه خبرات كبيره، عنده موهبه كبيره،
هم مستعجلين ان هم يطلعوا صف تاني بسرعه صغير السن عشان خاطر يقولوا ان احنا بنشتغل بشكل واحد. الحكم خلي بالك زيه زي اللاعب، محتاج ياخد فتره، محتاج ياخد خبره، محتاج ان هو ياخد ثقه، ودي مهمه جدا جدا جدا. هقول لك على حاجه مهمه، يعني هذا الحكم اللي هو البريطاني ده حميده، يعني كان عنده فرصه كبيره جدا جدا في ظل وجود المباراه الافتتاحيه، وجود رئيس لجنه الحكام كولينا موجود، كان موجود، كان عنده فرصه كبيره جدا جدا ان هو يعبر عن مستواه ويقدم ردود كويس قوي قوي قوي. ما كانش ليه حج ابدا ابدا بهذا المستوى. المشكله في ايه؟ ان الحكم اتفاجئ بالمباراه، مباراه كبيره، مباراه جماهيريه افتتاحيه، وبالتالي كان اعتقد ان هو ما كانش عنده ثقه في نفسه. وزي ما قلت حاجه مهمه جدا، الحكام الخبره في هذه المباريات لابد ان هم يعني لجنه الحكام تعينهم، لان لو هنقول ان هذه مباراه فاصله وركله جزاء مليون في الميه صحيحه ما تتحسبش في مباراه، ممكن كانت، وهي اثرت على فكره في النتيجه، على فكره لما يكون 2-2 هنا خطا اثر في نتيجه المباراه. لو النادي الاهلي كسب المباراه بنقول ان خطا تحكيمي بس مش مؤثر، ولكن هذا الخطا طبعا اثر بكثير، لان احنا بنتكلم في الدقيقه 34 وركله جزاء لم تحتسب. بشكل عام التحكيم في هذه المباراه ما كانش جيد. الحاجه الثانيه على فكره، الحكم حكم ثلاث مباريات للنادي الاهلي. المباراه الاولى كانت مباراه في دوري ابطال دور المجموعات، كانت الموسم الماضي، كانت النادي الاهلي ونادي الهلال السوداني، وحصلت مشاكل كثيره جدا جدا، لم يعني يوفر الحمايه والبيئه الامنه للاعبي الاهلي. المباراه الثانيه اللي كانت في الترجي، وكانت المباراه دي لينا ركله جزاء ايضا لبيرسي تاو لم تحتسب. دي المباراه الثالثه اخطاؤه مع النادي الاهلي اتكررت اكثر من مره. تحكيم عندنا في افريقيا لابد ان هو يبقى في تطوير بشكل جدي، واحنا ما نستعجلش على الحكام في ان احنا نديهم مباريات، خاصه المباريات الكبيره. كلام محترم ويعني ومتكرر برضو، ان احنا فعلا الدعاوى اللي عمالين نقولها والاماني اللي عمالين نقولها كابتن ناصر، للاسف يمكن انا فاكر مكالمه حضرتك كمان الاخيره كويس جدا، اتكلمت في كذا نقطه مهمه وقلنا يا رب لا تكرر او ما نشوفهاش في المباراه القادمه، ولكن للاسف الشديد تم تكرارها، واعتقد هيتم كمان تكرارها في المستقبل لغايه لما يتم حسم هذا الملف تحديدا، سواء بنتكلم على التحكيم المحلي او حتى التحكيم الافريقي، لان هو فعلا محتاج غربله بشكل كبير. بشكرك جدا جدا على هذه المداخله خبير التحكيمي كابتن ناصر عباس. وقبل ما نروح يعني ملف تاني، بصراحه التحكيم فعلا سلسله متكرره من نفس الكلام بنقوله كل مباراه، او مباراه مباراه عشان نبقى فار، يعني للاسف اخطاء تحكيميه متكرره، التعنت اللي عند بعض او العجرفه اللي عند بعض الحكام، اللي هو انا ما اروحش للفار. طب لو انت ما تروحش للفار احنا عاملينه ليه؟ ما العالم كله بيستعمله واسماء عالميه كبيره، ده لا يقلل منك شيء، بالعكس صورتك هتبقى اوحش والسي في بتاعك هيبقى مش جيد كشكل حتى للناس لما يتقال ان انت حكم ظالم او عندك اخطاء عن ان انت حكم لجأت للفار، لان طبيعي ان انا الجا للفار ما فيهاش حاجه. فحاجات زي كده يعني اصلا ينفع ان الحكم يبقى عنده النوع ده من العنجهيه اللي بتتكلم عنها؟ لا طبعا، يعني ما اروحش للفار، يعني الفار هو اللي يجينا. طب احنا جايبين الفار ليه؟ مش عشان احقاق الحق. هو في نقطه قالها كابتن ناصر في بدايه كلامه، الخبره يا كريم ونهوند، يعني فعلا واضح ان في غربله وان هم عايزين يعملوا صف تاني جديد لسه بالنسبه للحكام، ده هياخد وقت طبعا. عشان كده هنعاني من المشاكل دي، لان انت الخبره مهمه جدا كريم، ما ينفعش انا لسه مبطل وبعدين اجي امسك مثلا النادي الاهلي. ما عنديش موضوع التحكيم، لو هنتكلم بقى ايه قاريا، يعني مش بنتكلم على المحليه، خلينا في افريقيا بشكل عام، الكلام ده من قديم الازل. حضرتك كل فين وفين لما بتلاقي حكم افريقي بيحكم ماتش مهم في اي دوري من دوريات او اي بطوله دوليه يعني او بطوله عالميه، ما هو ده ليه؟ وكان في، مش عايز اقول يعني التحكيم الافريقي سيء السمعه، بس يعني تقبل. وعايز اقول لك ده مش تعنت كمان، ليه بقى؟ لان قله الخبره والشخصيه، وهو طموحه كمان كحكم. الخبرات ما اتكونتش ليه عبر السنين اللي فاتت دي كلها؟ ما كل التحكيم اللي اتكلم عليه ناصر في الحالي هنعاني منه كريم، خد بالك في الفتره دي، لانه ما عندوش خبرات، وبعدين ما عندوش شخصيه كمان، مش قادر يسيطر. هل الوضع كان كده ايام حضرتك كابتن ماهر؟ برضو. موجود، موجود في القاره الافريقيه بالفجاجه دي. موجود. يعني انا عايز اقول لك حاجه، احنا لما خدنا بطوله 82 اول بطوله افريقيه، 83 احنا حنصل الحكم الجزائري في النهائي مع اشانتي كوتوكو، اوفسايد واضح قوي، الله يمن رفع له الرايه،
ومشت اللعبه وخسرنا البطوله بالهدف ده. فانا عايز اقول لك ده حنصل كمان وتوقف سنه، وكان كان حكم جزائري من حكام يعني اللي عندهم خبراته يعني كان في محاسبه وقتها حقيقيه يعني محاسبه قويه. لكن عايز اقول لك طب وبعدين انا استفدت ايه؟ ضاعت البطوله. وصلنا لمرحله او لزمن بقى ساعات ممكن الحكم يبقى مهدد، مش مهدد يعني موصوم بانه لا ده حكم موتور، ده حكم وبيتقال كده يقول لك مثلا في ماتشات معينه يقول لك الحكم ده يا عم ده قابض من كذا. بالظبط احنا وصلنا لمرحله قابض من كذا. فمع الاسف برضك الحكام يعني ما بتبصش لمستقبلها التحكيمي، ما بيبصش لشخصيته، العداله اللي هو مفروض اسمه يعني وتاريخه، اسمه وتاريخه. وبعدين هو كمان زي اللاعب عايز يبقى عنده يبقى احسن حكم في افريقيا طبعا. يعني لازم يبقى عنده طموح هو كمان واهداف، عايز احكم في كاس افريقيا، عايز احكم في كاس العالم طبعا. عايز ابقى افضل من الحكام يعني. دي برضك من ضمن الدوافع اللي موجوده لازم تبقى موجوده عند الحكام. لكن مع الاسف ويعني عايز اقول اللجان او المسؤولين عن الحكام بصراحه ما بيأثروش، بيشتغلوا معاهم زي الاعداد الذهني او الاعداد المهاري او الاعداد الخططي من خلال الجلسات اللي بتتعمل لهم. يعني بعد كل مباراه بيحصل ندوات للحكام وبيذيعوا المباراه ويشوفوا الاخطاء، تمركزه، حكمه في اللعبه ديت، كل الحاجات دي بيشتغلوا عليها زي بالظبط زي المدير الفني لكل نادي. هم كمان برضك نفس الكلام بيشتغلوا، بس هي بتختلف بقى كريم زي ما قلت لك. يعني انا واحد عندي السنس امل وعنده إن الموهبه ان شاء الله مع بيريرا، يعني انا اثق في هذا الرجل. انا قعدت اقرا بصراحه عن حاجات كتير حققها السي في بتاعه، يعني الرجل فعلا نجح في تجارب سابقه كتيره جدا يمكن اكتر من كلاتنبرج كمان. فانا عندي ثقه ان شاء الله ان شاء الله. المنظومه هنا بس ما حدش يحاربها بقى، لان عارف لما بتلاقي حد اوقات عايز يغير على الارض حد بيحارب. في ناس على فكره في ناس، وانا ما بتكلمش عن حد معين، بس في ناس بتستمتع او هي الوضع لما يبقى كده او حتى لو وضع كارثي هي مبسوطه. فده فكر وان كان موجود احنا لازم الاجيال الجديده تيجي ترفضه. فانا اعتقد ان ده هيتم على الارض مع فتره بيريرا. لكن جيل في الفتره دي نهوان ده احنا محتاجين فعلا، زي ما احنا جبنا مثلا خبير للمنتخب الاول المنتخب الاولمبي، بداوا يعني يعملوا لنا طفره ان شاء الله باذن الله في تغيير مسار الكره المصريه ورجوعنا لكياننا كاسياد افريقيا. كمان التحكيم كنا محتاجين لفتره دي فعلا يعني خبراء من التحكيم اجانب واقفه. هو الى اي درجه كابتن ماهر الكلمتين اللي قالتهم نهوان دول متحققين وحاصلين فعلا في الواقع؟ فكره ان بقاء الوضع المغلوط على ما هو عليه مصدر سعاده واستقرار بل وفايده لبعض الناس. اكيد ده حاصل فعلا. يعني في ناس من مصلحتها ان يبقى العوار في هذا الملف على ما هو عليه طبعا. وبعدين يقول لك هو مش انتوا جبتوا حكم اجنبي؟ يا عم تورينا حكم اجنبي هيعمل ايه؟ ولا هيغير حاجه ولا بتاع. ما احنا كنا موجودين. ما احنا كنا موجودين وكنا ماشيين وكنا زي الفل، ما كناش بالمشاكل دي. وكانش بيدفع لنا كده، وكنا ساكتين يعني قصه يعني للاسف. لكن يعني طبعا اتحاد الكوره طبعا جمال علام وطبعا وحازم وبركات انا بحييهم، لان احنا لازم نتمسك. انا عايز اقول لك حاجه كمان يا كريم، الضلع الثالث اللي هو القطاع اللي تحت محتاج برضك اجنبي، اللي هو قطاع الناشئين والبراعم. محتاج برضك اجنبي. مهم جدا، لان احنا برضك بقى لنا زي ما بقول لك انا بكلمك على 16 سنه وانا في القطاع ده، يعني حدث ولا حرج. فاحنا محتاجين برضك حاجه هيد اجنبي يجي ينظم لنا. حضرتك بتتكلم على صعيد المنتخب؟ المنتخب والقطاع اللي تحت اللي هو البراعم والناشئين، محتاجين حاجه برضك بالخبرات دي نطور الكلام ده لخمس سنين الجايين، لان القاعده تحت هي اللي بتغذي المنتخبات. هي الاساس. هي الاساس. ازاي هيطلع لي بقى لعيبه رايحه المنتخبات وهي ما عندهاش اي ثقافه كرويه ولا اي تواجد بشكل كبير؟ خلينا بقى نرجع مع حضرتك للماتش يوم الثلاث الجاي ان شاء الله، وتوقعاتك ايه ورؤيتك ايه للي هيحصل فيه؟ ده الماتش الثلاث الجاي ان شاء الله باذن الله هيبقى باذن الله سيطره من الاهلي من بدايه المباراه، خصوصا مستر كولر خلاص طبعا رقم واحد عوده اللعيبه اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها. بالظبط كده، اللي هم مؤثرين بشكل كبير جدا معانا في الفتره اللي فاتت. عوده طبعا محمد عبد المنعم، عوده معلول، عوده امام، لان امام برده كان موجود في التشكيله لكن الكدمه الراجل فضل، وده برده فكر الراجل، فضل ان هو يريح اللعيبه اللي هي يعني حاسه بشك او حاسه بعدم جاهزيتها للمباراه اللي هي يوم الثلاث. مباراه يوم الثلاث
طبعا بالنسبه لنا ان شاء الله رب العالمين احنا شفنا الفرقه كويس قوي، عندهم مشاكل بشكل كبير جدا في خط الظهر، وزي ما قلت احنا قوه ضاربه عندنا في خط الهجوم هنقدر نستغلها بشكل كبير جدا في خلق المساحات في الجمل التكتيكيه اللي بيشتغل عليها مستر كولر. الضغط اللي احنا بنعمله هنا في مصر من بدايه المباراه على الفرق اذا كانت المحليه في الدوري العام او في افريقيا، ان شاء الله باذن الله. انا شايف ان احنا الفتره اللي فاتت كمان بقى عندنا سكور، يعني كل مباراه بنجيب هدف واثنين وثلاثه واربعه، ان شاء الله باذن الله المباراه دي هنشوف سكور ايجابي للنادي الاهلي. وطبعا زي ما قلنا المباراه الاولى الحمد لله احنا خرجنا بيها بنتيجه ايجابيه، لان كان احنا عندنا نتيجه المكسب خارج ملعبنا، او لو ما قدرناش ناخد المكسب خدنا الحمد لله النتيجه الثانيه التعادل الايجابي 2-2. لكن هنا في مصر لا، لعبتنا قادره ان شاء الله باذن الله ان هي تعمل لنا مباراه نكسب الاول نحترم الخصم طب. ثانيا ثم ان شاء الله باذن الله الاهداف بقى المتنوعه اللي احنا بنشوفها اذا كان بقى من مهاجمين او من كور ثابته او تكتيكيه طب. او الاندفاع اللي موجود من ديانج مثلا وامام ومروان، يعني هنشوف ان شاء الله مباراه جيده. يبقى فايق ديانج يعمل فرق هستيري جدا فظيع جدا. لكن زي ما بقول لحضرتك مش هو بس، لازم برضك وجود امام بالدفعه الهجوميه طبعًا الجميله طبعًا، مروان في التغطيه والميلان مسمار نص الملعب كمان، طبعا عوده علي معلول والكورسات العرضيه مع وجود محمد هاني جبهتين اللي هم ناحيه اليمين ناحيه الشمال. طبعا بالنسبه للخط الامامي تاو مع كهربا مع حسين الشحات مع رضا، لا ما شاء الله عندنا قوه ضاربه في الحته القدمانيه بشكل كبير، نقدر باذن الله نكسب مباراه هنا وان شاء الله يكون في سكور، وسكور يكون يعني يطمن لاعبتنا ويطمن جماهيرنا. انا بالنسبه لي يعني احب اشوف طبعا نتيجه على الارض، بس اللي بيطمني اكتر مش السكور، اللي بيطمني الفنيات، ان انا اشوف الفريق ما فيش اي اهدار لفرص، الفينال بتاعي اتحسن. طبعا المشكله كنا بنواجهها في بدايه الموسم اللي فات، الحاجات اللي هي الاخطاء اللي لو انا تم تداركها بشكل كبير انا ساعتها اطمن. يعني مش بس فكره هاي سكور كابتن ماهر، لان في حاجه برضو ظاهره ملهاش تفسير، لما تيجي تلاقي النادي الاهلي بيلاعب مثلا فريق من المستوى الفني بعيد جدا، احنا في حته افضل بكتير وبالارقام وغيره، تلاقي الاهلي بيكسب بيكسب، بس بيكسب يعني في لحظات اخيره بصعوبه، على عكس لما تيجي تلاعب فريق في تنافسيات تحس ان المباراه ماشيه افضل، في سيطره اكبر. يعني دي حاجه مستمره معانا، ده ملوش علاقه بالتقليل من المنافس بس ليه علاقه معرفش يعني هل هي صدفه ولا ايه، انا مش عارفه، بس ده بيحصل بشكل متكرر. انا معاك يا نواند في حته ان مش ممكن القوام ده والاخراج يبقى متوسط او متوسط، يعني بصراحه يعني مش ممكن بقيمه اللعيبه الدوليين السبعه ثمانيه اللي موجودين مع الاربعه المحترفين ويبقى الاخراج يعني على قد الحال. يعني لا، احنا عايزين نستمتع بادائنا، نستمتع بادائهم، عايزين بصراحه القيمه والقامه ديت تبقى داخل الملعب، شايفين جمل تكتيكيه، شايفين يعني مثلا من ضمن الحاجات الجمل التكتيكيه دي بتتحسب، يعني مثلا لو قلنا الاطراف النهارده مثلا ناحيه اليمين عملت مثلا 3 4 5 كروسات عرضيه، يبقى ناحيه الشمال تعمل لنا مثلا 6 7 وبعدين الشوط الثاني العدد يزيد. الضغط على الخصم اذا كان مثلا على فترات لا يبقى في تواصل لان احنا وصلنا كمان للعامل البدني والفني والمهاري والخطه دي على اعلى مستوى بقيمه اللعيبه دي، ما ينفعش يبقى الاشواط تبقى يعني شوط متوسط وبعدين الشوط الثاني يخش مستر كولر يعني يحفز اللعيبه وبعدين نبدا نشوف، لا عايزين يعني نستمتع بقيمه اللعيبه دي فعلا زي ما نهاوند قالت داخل الملعب. يعني انت بتتفرج يا كريم على 90 دقيقه محتار ايه الحلاوه دي، ايه الاهداف دي، لو اتعودنا بقى على شراسه هجوميه وغزاره تهديفيه ما ينفعش نقل عنها بقى، ما ينفعش ما ينفعش. حتى البديل اللي بينزل كمان، ما انت البديل اللي بينزل كمان دم جديد دافع اكتر وعايز يثبت نفسه وعايز يقول للراجل انا اهو، فالحاجات دي كلها المفروض نبع من لعيبه من دوافع اللعيبه. هتحضر المباراه كابتن ماهر ولا لا؟ هتروح يوم الثلاث؟ يا انا بقالي فتره بصراحه يعني ما بروحش الاستاد، يعني ليه؟
يعني ساعات بيبقى في ظروف انت عارفه التدريب بتاع فبتلحقي تروحي معايا بقى. طب خلاص نروح والله. والله كريم بقول له تعالوا نروح يعني عايز احضرها ان شاء الله. المباراه اللي في ايدينا بنحضره هنا طبعا بيبقى كويس جدا كده كده الاستاد بيبقى يعني متعه ثانيه بصراحه طبعا طبعا يعني طبعا انت شايفه كل حاجه قاعده شايفه كل حاجه. التلفزيون يمكن بيجيب لك بس الحيز طبعا. لكن شوف الجماهير وطبعا وهتافاتها وتنظيمها واصرارها وبعدين ضياع الهدف او تسجيل الهدف بيبقى زي ما اللعيب جوه داخل الملعب عنده يعني فرحه ما بيقدرش يمسك نفسه فيها. نفس كلام المدرج تحس ان الجماهير ده المدرج يعني بيبقى اكتر بكتير كمان يا كابتن صراحه يعني حاجه نورت الدنيا كلها. بنشكرك على وجودك معانا. الحمد لله على السلامه. شكرا لك كابتن ماهر. شكرا للنوادي واكيد يعني شكرا لحضراتكم على متابعتنا وان شاء الله يعني نشوفكم في حلقه باذن الله جديده بكره وملفات مختلفه وتحديات مختلفه اكيد للنادي الاهلي. مع السلامه.